يو معكم حبايبنا الكرام حارق الحاضنة في السيرفر من يا ساتر مثل ما انتم شايفين يا ساتر. اليوم معنا شباب راح تنزل حاضنة جديدة يا ساتر بقيلة 30 ثانية حبايبنا الكرام. سو شباب متحمس كتير لحاضنة جديدة شباب. اكيد شباب انا مشكك بحاضر واحدة شباب نزلتكم عليها تسريب بس ولا كمان نعرف شباب. اوكي يا ساتر لنشوف لنكتشف مع بعض حبايبنا الكرام. قبل ما نشاهد المقطع حبايبنا الكرام الله يسعدكم لا تنسونا بزر اللايك. اوكي يعني حبيبي شو عم تستنى معلم انزل حط اللايك وشارك ابعث لاصدقائك يعني ضبط الوضع معلم. اوكي يلا شباب خلينا نحط السماعات شباب ونحال وقت الجد شباب التواني التمانو. ايوه يا جميل هات نشوف شو الحاضر معلم. ايوه يا سلام مثل ما توقعت حبايبي التمانو لك شوف 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 شو هي هيك شو هي هيك شو هي هيك لك شو هالضرب شو هيدا سلام ما سلام باللوز معلم باللوز حبيبنا. يلا شباب شباب ما راح اطول لكم اكثر منك شباب والحظ هي بتطول 62 يوم يعني تقريبا شهرين يا سلام عليك. بس شو رايكم بالقدم مقدمه شباب؟ المهم شباب مثل ما انتم شايفين عندي هون 60 بطاقه تقريبا شباب و9000 جوهره حبيبنا لنحرق جدا شوف كلها خلينا نشوف شوف حظنا معلم. يلا ليتس جو اول حجر يلا شباب بدنا اقنعه شباب بدنا اقنعه بدنا اقنعه معلم. لا ما بدنا حجر معلم بدنا اقنعه الله يرضى عليك. لا لا طول بالك طبعا شباب اول ما نتصور حجر بشغله طول بالكم شباب طبعا حضرنا نزلت لكم عليه بس ولكن رجع نفرجيكم يا شباب مثل ما انتم شايفين عندنا هون هذا الاول شباب اوكي مثل ما انتم شايفين اسمه حزمه السداسي المن شو المنصهر خمس حجاجار وثلاث اقنعه تمام وهي شباب بالنسبه للثاني هذا عندنا شاب هذا شو اسمه الضوء الرباعي يا سلام عليك حبيبي والله وهذا كمان شباب الحزمه المثلث المشرق باللوز وعندنا هذا شباب حزمه الدائره المعدنيه صراحه شباب ما قلت لكم هذيك مره شباب افضل اثنين معلم بالنسبه لي هذا وهذا بكل صراحه شباب ليك يا حبيبي نحاول نحصل لهذا نشوف طبعا شباب هون عن هذا المخطط طبعا عندي شباب من قبل ثلاث مخططات تبعت الحظ القديمه راح نعمل لها استبدال مشان يكون وضعنا باللوز معلم وهيك جبنا الاستبدال يا سلام عليك جبنا هذا لوز لوز هي جبنا املنا ورقنا معلم املنا ورقنا معلم نجرب يلا ليتس جو بس ولكن في شاب هذا الحاضر شاب بتصير للبنات كمان اوكي بس رح نشوفها بعد شوي تعالوا نجي لهون التمانو يلا روح روح عدينا هي احلى قناع هي احلى قناع معلم القناع الثالث نشوف ما في قناع يلا قناع الثالث معلم بليز قناع الثالث باللوز هي احلى قناع اوكي شباب املنا هذا يا شباب املنا هذا الشباب يعني وضعنا باللوز خلينا نشوف شباب نكمل هالبطاقات نشوف شو راح يطلع لنا معلم نكمل لو صراحه شباب انا بالنسبه لي شيء عجبوني يعني هذول الاثنين تمام يلا قناع حجر قناع يسعد دينك يسعد دينك شباب حبيبي والله هي عندنا ثلاث لفات كمان معلم ثواني شوي باللوز يلا نروح ما في قناع يلا قناع ما طلعنا قناع يا شباب يلا شو القناع القناع يا اخي يعني واحد فيك يعني يا حبيبي والله معلم يعني شيك اوكي شباب هلا هون معلم املنا هذا ثلاثه اوكي املنا هذا يا اساطير هذا اهم شيء واملنا هذا حبايبنا تمام املنا هذا شباب مبدئيا شباب تعرفوا شو والله يا اخي الصراحه شباب اكتبوا بالتعليقات شباب شو 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 نجيب طبعا شباب راح نطول برا شباب نحرق كمان جواهر معلم نحرق شويه جواهر كمان شوي حاول نجيب معلم نجيب لنشوف لنشوف شو يصير معنا عندنا احجار يعني الاحجار عندنا اليوم يا اخي حظ بيض يا زلمه حظ بيض يا اخي اعطونا قناع معلم يا اخي وتعرفوا شو انا شايف معلم بهالحاضنه حاضر بالجواهر معلم يلا هات قناع يا اخي اعطينا قناع يا زلمه شوي والله شباب بعد بيعطونا غير هالجواهر معلم بدنا الجواهر القناع ولك هات قناع ولك قناع يا زلمه ولك قناع يا اخي احجار معلم والله معلم خلص ما في معلم ما بده يعطونا خلص خلص مثل ما قلت لكم حبايبنا صار 22 حجر واربع قناع تمام ماشي خلينا نجيب هذا شباب مبدئيا اوكي يا ساتير نجرب هذا باللوز سلام عليك سلام عليك حبيبي والله خلي على جنب نجيب جبنا هذا يا شباب والله الصراحة يا شباب ما بعرف انا ما بستقبل بستقبل راح ينزل اكيد توباب تمام ونحاول نجيب واحد من هذول هيك شباب هذا راح نجيبه من بعد برايي تمام خلينا نجيب واحد من هالاثنين اوكي الصراحة هذا عاجبني شباب الاصفر شايف عليهم حلو وهذا كمان يعني حبايبنا طول بالك عندنا هذا يا شباب هذا اكيد جبناه هذا خلصنا منه وهذا عندنا هذا
يلا جيب شباب، خلينا نجيب هذا شاب اوكي، وهذا الثاني شاب نشوف بعد هذول شباب مثل ما قلت لكم يعني هذول اكثر اثنين عجبوني. ليك شباب خلينا ندخل هذا نجربه، ندور هذا اقرب شيء. اول شيء شباب برجع بكرر هذا السكين في للبنت ولا الشاب اكيد يعني، طول تاكد شباب طول بالك تعال دخل الخزنه اكيد لازم يكون شباب وبنت، والله اذا ما في للشاب وبنت معلب ترى ما بيصير. ها حبيبي والله خفيت شباب اقسم بالله شباب قلت لعلي معقول ما في للشاب والبنت؟ خلينا نجرب السكين هذا للشاب والبنت شاب شكش عشان تشوفوا الطرفين. وين البنت؟ وين سكين البنت؟ الشاب وينه؟ وينه هذا؟ وينه 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 معلك؟ وينه يا اخي؟ وين اختفى هذا يا زلمه؟ وين سكين البنت؟ نشوف جرب السكين البنت شباب. هذا هو هذا والله الصراحه شاب الصراحه على البنت كمان باللوس كمان سوري. خلينا نجرب بما انه حاطين شخصيه البنت خلينا ندخل معلم نشوف شكله هيك بالشكل السريع شباب نفرجيكم اياهم اوكي. صراحه شباب يعني الحظ هذول اكثر اثنين عجبوني بالنسبه لي الفضي شباب والاول يعني حبيبي والله. طبعا شباب هذا السكين اكيد لهم خاصيه بتخفي الحقيبه حبيبي والله، حاب اذكركم هذا الشيء. طبعا هذا شباب هذا بالنسبه للاول بالنسبه للبنت اوكي. ثاني حط الحقيبه معلم، جرب حقيبه بدون حقيبه. طبعا شباب هذا شو شايفين معي هذا ماله افكت اوكي حبيبي والله. يلا نروح نجرب الشاب شباب اوكي. وهذا الشاب حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين اعطونا لكم بالتعليقات شباب صراحه شاب حاضر يعني مثل ما توقعت يعني انه الجسم طبعا الجسم يعني مو الجسم الكبير يعني مرتب ايش مرتب الشعر كمان حلو شباب ابيض يعني بس ولكن هذا الشيء مو عجبني شباب يعني يا ما اعرف اذا يا اخي حطه هون معلم ليش حطوا لي اياه هون يا زلمه هاي الشغله يا زلمه ليش حطوا لي اياه هون ليش حطوا لي اياه هون حطه هون احلى كان طلع يا اخي تعالوا عندي مره الجايه اخلكم يا اخي خلينا نظبطنا الوضع يا اخي اوكي anyway. خلينا نطلع شباب ونشوف السكين اللي بعده شباب اللي هو البنت الشاب اللون الاحمر معلم هذاك شيء فخامه اوكي. طبعا شباب ارجع بذكركم هذا السكين لا كيف هذا ماله هاي الشغله هاي لا والله هاي شاب من ورا ما بيختفي بس اكيد الثاني هذا ما فيه هالعلامه هي بس اكيد هذا فيه اللي بتخفي من ورا تمام. خلينا ندخل شباب نشوف الوضع نفتح من هون اكيد موجود موجود شباب شوف ركز معي هون مكتوب هذاك ما كان مكتوب شباب حال خفي الحقيبه بس هذا مكتوب معلم ليك شباب خلينا نخفي الحقيبه هذا معلم خلينا نخفي الحقيبه حقيبه زي مخفي نخفيها اوكي خلينا نشوف السكين يعني بدون حقيبه تمام باللوس اوكي شباب بالنسبه للسكين هذا هو يا حبايبي اوكي هذا الشعر تمام مثل ما انتم شايفين شباب هيك انا دائما بحب افرجيكم هالشيء عشان تشوفوا السكين كيف طالع معلم اوكي هذا القناه تبعه طبعا صراحه القناه يا اخي حبيبي والله معلم اوكي. بالنسبة للجاكيت شباب هذا هو الجاكيت البنطال ثواني شباب رح نعمل حركة ناخذ شي سكين يبين البنطال فقط لأنه كثير منكم شباب بتحبوا تشوفوا هيك أشياء اوكي. بالنسبة للبنطال شباب اتس اوكي okay. ماشي حاله حبايبنا ماشي بوشي اوكي الجاكيت نشوف هالجاكيت كيف تطلع الكبير مثلا ناخذ شي بنطال ثاني مثلا اوكي اوكي يلا تعالوا شباب ندخل على التدريب نشوف هذا السكين بالتدريب شوف كيف وضعه معلم يا سلام وا شباب مع الحقيبه اصلا مع الحقيبه الشباب بيطلع يعني شيء اسطوري يعني معلم يعني حتى لو نخلي الحقيبه بدون حقيبه هي الشيء اللي ورا ما مو مزعجه كثير يعني الصراحه يعني شباب العادي معلم مثل ذاك السكنات فيه هذا مثل دويره معلم حبيبي والله بس هذا اتس اوكي يعني بحقيبه بدون حقيبه ماشي حاله حلو تمام التمام معلم هات لنشوف نحط له حقيبه مثلا اختفت الحقيبه شباب ما هي مختفيه لانه خفيتها بالسكين سوا شوي نشوفه نرجع نجرب نرجع ناكد طول بالك معلم يا اخي وات هير مو مبين يا شباب ما تركب لانه حقفيناها اوكي حبيبي هذا بالنسبه لسكين الشاب والله ماشي بشي معلم حلو شيء مرتب يعني شاب خفيف ملاحظ انه عليه يعني مو هذا السكين بالعاده بالحاضرات يا سامي بتكون السكين كبره يا لطيف معلم حبيبي والله اوكي خلينا نطلع شباب نشوف السكين البنت تمام نفس الوقت شباب رح نحاول نفس الوقت شباب طول بالكم حابب اجرب الحقيبه عليه شباب تمام ما نخفي الحقيبه افرجيكم شباب عشان تشوفوا يعني اوكي ليتس جو روح رجع ندخل شباب مره ثانيه حبيبي والله ليتس جو ولكن شباب انا حابب اعمل تعديل شباب تعديل الخاص تبع عليكم معلم عليكم لوز اللوز طيب نحط الحقيبه معلم والله الصراحه شباب الحقيبه يعني مو هالشيء يعني المزعج مو مزعج هذا الشيء ورا بالعكس طالع حلو يا شباب مع اي حقيبه اكيد بيطلع شيء حلو ومرتب اوكي خلينا نروح ندخل على السكين البنت شباب جو تمام شوف ندخل على الشيب سكين البنت تمام فعل السكين البنت وين السكين هذا هو شباب موجود هون لا والله يا اخي لاحظ انه على البنت صار اخف ويعني وما اعرف شو داخلكم شباب يعني طالع كثير خفيف يعني السكين وشيء مرتب هات نشوف
اكتبوا بالتعليقات شباب رايكم حبايبي. اوكي هذا بالنسبه للسكين البنت حبايبي مثل ما انتم شايفين. السلام عليك والله شاب يعني يا اخي والله شاب بحاول انه 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 العب شاب شخصيه بنات بس ولكن يا اخي ما بقدر شباب. اعطونا اعطونا شيء اي شيء شباب يعني كيف بتلعبوا انتم شخصيه بنات شباب ما بعرف اكتبوا لنا بالتعليقات. اوكي هذا بالنسبه للسكين اتس اوكي. الان شباب حان وقت تعديل عليكم لازم نشوفه معلم لازم يعني ما بيصير معلم لازم تعرفوا في منكم بيعرف في منكم ما بيعرف اللي جديد ما بيعرف. لايك شباب ليتس جو خلينا ندخل لهون معلم نمشي لهون تمام بعدي ننزل لهون معلم هات لنشوف ها هيك السكين صار تمام شباب ندخل هلا هيك التدريب معلم على السريع ونجيب كم هيد شوت هيك على السريع حلوين وحبيبي والله ليتس جو هات لنشوف سلام يا اخي ما انا شباب انا بالنسبه لي انا ما بقدر انا لازم اعمل تعديل بس ولكن شباب الشعر حلو اللون الاحمر حلو يعني شباب نقدر نعمل تعديل بس ولكن التعديل بالنسبه لي شباب لازم يعني نظبط الوضع هات لنشوف اوكي حبايبنا هات شوفوا السكين انا حابب ادخل اشوف السكين باللعب تمام ما فرجيتكم راح افرجيكم تمام هات لنشوف اوكي اوكي بالنسبه للسكين شباب ما فرجيتكم من شوي اتس اوكي ماشي حاله مو هذا الشيء يعني لا والله شاب يا اخي حسك شاب شيء نينجا او اي شيء يا اخي شوف معلم يعني طلع معلم حتى الافكت على اليسار والله شاب الصراحه شيء مرتب هالجاكيته حلو باللوس هات نشوف معلم شيء واحد معلم سلم عليه وينك معلم ما في حدا هون وينه ما في حدا داخل معلم بدنا نجيب شيء هيد شوت من هالسكين يا اخي يا اخي شيء هيد شوت وين الناس نايمين يلا شباب وينكم وينكم هاي واحد معلم هلو يا اخي فاصل هذا شكله معلم اوكي خلاص شباب راح جابني بوكس جابني بوكس يا زلمه يا بوي طبعا شباب الدوره عم تطفي بتشتغل فجاه يا زلمه شو هذا فجاه بتطفي بتشتغل بالدوره معلم فجاه بتطفي بتشتغل يا زلمه هالدوره يخرب بيت سنت فجاه بتشتغل بتطفي يا معلم هالدوره شو القصه معلم بتشتغل بتطفي اوكي اتس اوكي معلم اوكي حبايبي الكرام خلاص ما راح اطول عليكم اكثر من هيك حبايبنا اعطونا لكم بالتعليقات يا اساطير بهذه الحاضنه الجديده يا حلوين سو يا اساطير هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبي الكرام ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسونا بزر اللايكات والشيرات والبارتجات كل الاشياء الاسطوريه حبايبنا اوكي بشوفكم مقاطع جديده يا اساطير اتمنى لكم سهره سعيده سلام عليكم نلتقي يوم الجاي باي باي.